وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى قصر البدية، حيث وجدت سموها في استقبالها سعادة الشيخ المياس بن حمد آل ثاني والسيدة ثانية فارس نائبة رئيس تظاهرة فاشن ثراست إريبيا. هذا الفضاء الذي اختير لاحتضان تظاهرة فاشن ثراست إريبيا المنظمة ضمن فعاليات السنة الثقافية المغرب قطر. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخ المياس بن حمد الخليفة استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت لهما التحية ليتقدم للسلام على سمو الأميرة الجليلة للا حسناء وصاحبة السعادة الشيخ المياس، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير الشباب والثقافة والاتصال وسفير دولة قطر المعتمد بالمملكة المغربية، كما تقدم للسلام عليهما والي جهة مراكش آسفي وعدد من المنتخبين وشخصيات أخرى. إثر ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخ المياس بنت حمد آل ثاني صورة تذكارية تؤرخ لهذا الحدث الهام والمتمثل في اختيار المملكة المغربية ومراكش بصفة خاصة لاحتضان فعاليات جائزة فاشن ثراست إريبيا 2024 الخاصة بتكريم مصمم الموضة ومبدعيها والمنظمة ضمن تظاهرة السنة الثقافية قطر المغرب. مجموعة من أعمال الفنانة الفوتوغرافية ثالة حديد تم تقديمها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالمناسبة، صور تعكس جوانب من الحياة الإنسانية التي تميز المغاربة والتي أثارت اهتمام وإعجاب هذه الفنانة. ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخ المياس بن حمد آل ثاني لحفل العشاء الخاص بفعاليات جائزة فاشن ثراست إريبيا ضمن احتفالات سنة قطر المملكة المغربية، حدث يعكس متانة العلاقات التي تربط المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سلمت بالمناسبة الجائزة الأولى والمخصصة للباس السهرة والتي كانت من نصيب المصممة ياسمين منصور من جمهورية مصر العربية، وأخذت على إثرها صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخ المياس بن حمد آل ثاني مع المتوجين خلال هذه التظاهرة. قبل أن تغادر سموها مكان الحفل.